استقبلنا في هذاك المنزل ديالو اللي كان في البادية، يعني عبارة على فضاء مفتوح. منزل بسيط؟ بسيط بسيط، يعني عمليا مربع مفتوح، مربع مفتوح بسيط جدا يعني. لا ف و احنا تفاجئنا انه يعني كان فقط في حالة ديال الحزن كبير، و مرة كتجيه مكالمات ديال العزوب، و يعني كيعبر على الـ على الـ على الـ الالم ديالو، ومرة كيقول بانا مات. فاذا هاد يعني هاد المسؤول السياسي والحزبي، وتعرض يعني للاعتقال مرات عديده في عهد الحسن الثاني، وتفاعل مع ذلك الحدث بهذه الطريقه، فكان مباغت بالنسبه لنا، وبقات هذه العباره تروج دائما على سبيل الطرفه. دائما حينما نلتقي كنجبدوا هذه العباره ديال باكم مات باكم مات. أعيد ترحيب بك الأستاذ محمد حفيظ في هذا الحوار، طبعا بمناسبة صدور كتابك اليوسفي كما عشناه، أوراق من زمن السياسة. تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض جوانب ما ورد في هذا الكتاب الذي صدر لك طبعا بالاشتراك مع الدكتور أحمد بوز. الكتاب طبعا يحفل بالعديد من التفاصيل على مرحلة بكاملها، على التسعينات بداية الألفية، وخاصة طبعا الحزب الاتحاد الاشتراكي كان في قلب الأحداث تحديدا مع حكومة التناوب التوافقي اللي قضى عبد الرحمن اليوسفي. تكلمنا ضمن ما تكلمنا عليه، تكلمنا على محمد نوير الأموي، أحد الأرقام المهمة في المعادلة السياسية وقتها. ضمن ما تكلمتوا قلنا في حلقة سابقة كتشيروا في الكتاب المبادرات والمواقف الغامضة والمفاجئة الأموي والمباغتة. كتشيروا لواحد زيارة قمتوا بها الأموي في النخيلة ناحية مدينة بن أحمد حيث كان يقيم في اليوم الموالي لوفاة الراحل الحسن الثاني. شنو قال لكم الأموي وانتم كتزوروه؟ نعم، كنظن هذا اللقاء حدث مباشره في اليوم الموالي لوفاه الملك الحسن الثاني. كانت الوفاه في 23 يوليوز 1999، وبطبيعه الحال هنا وفاه ملك ماشي وفاه شخص فقط، هذا حدث سياسي يعني بالنسبه لواحد الجيل غير مسبوق، الجيل اللي عاش يعني المرحله الطويله اللي كان فيها الملك الحسن الثاني على راس الدوله، وبالتالي كيهم يعني جا في واحد المرحله اللي الحزب اللي كينتمي ليه يوجد يعني يسير الحكومه، الوزير الاول الكاتب الاول الحزب هو نفسه الوزير الاول، وبالتالي يعني هذا الحدث يفترض ان يعني يتناقش من ناحيه سياسيه، وكيفاش غادي تكون المرحله من بعد الملك الراحل، وهذا العهد اللي غادي يكون عهد جديد شنو هي المواصفات ديالو، وكيفاش ننتقلوا من مرحله الى اخره. فالتقينا واحد مجموعه من المناضلين في صفوف الاتحاد الشريكي في الدار البيضاء بالدرجه اساسا، وجات فكره ديال انه الاموي انذاك كان ولا شبه مستقر خارج الدار البيضاء في المنطقة اللي كينتمي لها، في ثلاث الأولاد بالضبط، في النخيلة في ثلاث الأولاد. فحينما علمنا أنه يوجد هناك فقلنا نتلاقوا معاه باعتباره أحد رموز الحزب، أحد رموز العمل النضالي النقابي، نشوفوا كيف سيتفاعلوا مع هذا الحدث. فاستقبلنا في هذاك المنزل ديالو اللي كان في البادية، يعني عبارة على فضاء مفتوح. منزل بسيط؟ بسيط بسيط، يعني عمليا مربع مفتوح، مربع مفتوح بسيط جدا يعني. لا ف
ف و احنا تفاجئنا انه يعني كان فقط في حاله ديال الحزن كبير. و مره كتجيه مكالمات ديال العزوب و يعني كيعبر على الـ على الـ على الـ الالم ديالو، ومره مره كيقول بنامات بنامات. فاذا هاد يعني هاد المسؤول السياسي والحزبي وتعرض يعني الاعتقال مرات عديده في عهد الحسن الثاني، وتفاعل مع ذلك الحدث بهاد الطريقه، فكان مباغت بالنسبه لنا. وبقات هاد العباره تروج دائما على سبيل الطرفه، دائما حينما نلتقي كنجبدوا هاد العباره ديال باكم مات باكم مات. ف يعني كان واحد وما تكلمتوش مع الانواع الافق السياسي أبداً اللي مشيتو من اجله ابدا ابدا، يعني فقط لقيته في حاله انسانيه، يعني ما كاين يستقبل العزاء ويعزي ويعبر عن حزنه الشديد بهذه العباره. ف يعني فعلا كان ربما كان عنده واحد بالنسبه ليه الملك الحسن الثاني، رغم ما جرى في تلك المرحله، فكان هذا النوع من العلاقه اللي عبر. المغرب كان يعيش وقتها مصالحه كبيره على المستوى السياسي. شوف احنا عشنا هذيك المرحله وتابعناها حتى اعلاميا ماشي فقط غير سياسيا. ف من موقع ما في النشرات ثم في النشرة الصحيفه فيما النشرة بعد. الصحيفه من بعد غتكون بعد، ولكن الى حدود هذيك الساعه انا باقي في النشره، وبالتالي العمل الصحفي يفرض عليك ان تتابع ما يجري فضلا عن العمل السياسي والحزبي. فملامح التحول بدات في السنوات الاخيره ديال الحسن الثاني. يعني الحسن الثاني وضع الاسس في السنوات الاخيره ديالو التسعينيات تقريبا، في ممكن نتكلموا على النصف الثاني من التسعينيات، وبدا الايقاع غادي بشكل سريع. وهنا احيل فقط على المشهد الاعلامي، وخاصه احنا ما نروج على الصحافه الحزبيه اللي فيها صحافه معارضه وصحافه غير معارضه الى اخره، ولكن المنابر الجديده التي اصبحت تظهر في الساحه الاعلاميه، ما يسمى بالصحافه المستقله او الصحافه الخاصه او الصحافه الحره، واحد المجال ديال الحريه يعني لم يسبق له مثيل في المغرب. وهذا كانت عنده اثار يعني حتى على مستوى الراي العام الوطني، بداوا المغاربه كيشعروا بان ممكن يقولوا اي حاجه بغوا يقولوها، ممكن يعبر على الراي ديالو. ما بقاش هذيك العباره ديال واش الكاميرا شاعله ولا طافيه، يعني كان هذه من الاعمال القديمه ديال الفنان الساخر احمد السنوسي بزيز والحسين بن ياز باز، واش الكاميرا شاعله ولا طافيه. فاذا واحد الجو ديال الانفتاح بان في السنوات. كتكلموا ايضا على واحد الواقع، كتقولوا ان استقبلكم المكتب السياسي كمكتب وطني للشباب الاتحاديه مره، وكان الاموي قاسي في اتجاهكم، قال لكم بقى لكم غير تحولوا لهجره وتكفير. هذه من المواقف المثيرة، لأنه أولا كنا في أوج الصراع، وكان عمليا وانتم مفروض أنكم حلفاء ديالو أو شركاء ديالو، بل أكثر من هذا، درنا لقاءات مع عدد من أعضاء المكتب السياسي باش نخبرهم بما يجري، نبلغهم بالواقع يعني كما هي ماشي بما يصلهم. وكان هذاك اللقاء ففي الوقت اللي كنا كننتظروا انه يكون الاموي داعم لنا الى جانبكم، فاذا بك يعني. وهذا كان اخر لقاء يعني يعني معاه على مستوى هذه هي الجلسه، ماشي هذه الجلسه اللي عاتبك فيها عبد الرحمن اليوسفي؟ لا ماشي هي نفس الجلسه. لا ذكرني شنو لانه مرات عديده كنظن مرات لا عديده تكلمنا في حلقه سابقه على من اللي استدعاك اليوسفي اثر ديك الرساله اللي نشرتها الصحيفه. لا 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 دي قبال، اما الرساله اللي نشرتها الصحيفه كانت قبل انعقاد المؤتمر كنظن اسبوع ولا يعني قبل ما ينعقد المؤتمر،
هذاك كان اخر لقاء لي مع المكتب السياسي، لانه من بعد غادي يكون المؤتمر واش يحدث. كتقولوا ايضا حين تشكيل حكومه التنوع طبعا اعضاء المكتب السياسي قدموا ترشيحات لعبد الرحمن اليوسفي، كيقولوا ان كتقولوا ان الاموي قدم مرشح واحد هو الاستاذ عبد الله السعاف اللي هو ماشي اتحادي، اللي كان وقتها في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثم من بعد غادي يعاتبوه بعض الاتحاديين. شنو تقولنا بهذا الصدد هذا؟ فصرنا لها كان اولا كانت علاقه جيده ما بين المرحوم نوبير الاموي والاستاذ عبد الله سعف، وحضر واحد عدد ديال الانشطه ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، وكان كيستشر معاه نوبير الاموي. فكان هذاك كذلك كان مبهغيت ومفاجئ، يعني المقترح هو عنده اصدقاء كثار داخل الحزب وداخل القيادات والتيار اللي هذا كيدعموا بهم يتقوى وهم به يتقوون. ولكن من بعد الاقتراح جا ديال عبد الله سعف، فحينما علم البعض بالامر يعني غضبوا، وعلى غير العاده مشاو باش يبلغوا الجوج. كتشيروا هنا الجوج، كتشيروا الاستاذ الراشدي والاستاذ السهيل، سببنا يعني مصدر موثوق بالنسبه الينا اخبرنا انهم جاو يستفسروا علاش ما بالنسبه لهم عندهم المواصفات، هما اساتذه ديال الاقتصاد، اساتذه الاقتصاد عندهم في البرلمان، عندهم تجربه برلمانيه، قياديين في الحزب محليا ووطنيا، مسؤولين حتى على مستوى التسيير المحلي في البلديات الى اخره. فقال لهم لا انا عرفت علاش ما اقترحتكمش، قالوا لي علاش، قال لهم ما بغيتش نوسخكم، قالوا لا سيدي شكون قال احنا ما بغيناش نتوسخوا. هذه من الطرائف كذلك التي تحدث، لانه يباغيتو قالوا اسيدي انا بغيت نتوسخ، اسيدي انا بغيت نتوسخ، شكون قال لك بغيناش نتوسخوا؟ يعني وفعلا اكتشفنا بان بزاف ديال الاتحادين بغاو يتوسخوا بتاوي زاريت. اذن هذه المرحله بكل تجاذباتها طبعا كانت الجريده ايضا واحد الفضاء ديال الصراع. انت دستي في الجريده، نعم طبعا في جريده الاتحاد الاشتراكي، وان كنت هي رئيس تحرير ديال النشره ثم مدير ديال، وعشتي طبعا هذيك الهزه العنيفه، نعم اللي عشتها بذهاب محمد البريني بعد القضيه ديال الفقيه المصري، نعم وفاه محمد باهي من بعد في ظروف بايجاز، كيف تستعيد ما كان يجري في الجريده؟ هو بان بان اليوسفي منذ عودته من كان 95 لانه حينما قدم استقالته في 93 ومشى لكان، انا ذاك كان كاتب اول، ولكن لم يكن هو مدير الجريده، كان مدير الجريده هو سي محمد البريني. يبدو انه من القرارات الاساسيه بالنسبه ليه هو انه يتحكم في الاعلام، عارف الدور ديال الاعلام داخل، ماشي فقط داخل الحزب وكذلك حتى يعني على مستوى الراي العام الوطني. وانا ذاك جريده ديال الاتحاد الشرقي كانت من اقوى الصحف اليوميه، ربما كانت اقوى اكثرها مبيعا واكثرها تاثيرا. حنا راه يعني عمليا كان كل من يشعر بظلم بالنسبه ليه فين غيتوجه غادي يمشي للاتحاد الشرقي، يعني المثقفين الاسماء البارزه فين كتنشر في الاتحاد الشراكي، في الملحق الثقافي ديال الاتحاد الشراكي، القضايا الاجتماعيه، المواقف الى اخره. فكان عنده واحد الحضور قوي، وبالنسبه اليه ملي حنا كنقولوا راه ماشي هذيك الاستقاله فقط غير احتجاج على التزوير الذي يعني اللي تم في تولوز غير مباشر، وضع حرجة الاتحاد الشراكي من الرتبة الأولى الرتبة الخامسة، ولكن يعني حتى الوضع ديالو كان غير مريح بالنسبة إليه. كان كاتب أول ولكن يجد نفسه لا يتحكم لا في التنظيم، لأنه لم تكن لديه معرفة بالتنظيم، لأنه قضى جزء كبير من حياته التنظيم كيمسكه محمد اليزغي، كان محمد اليزغي، والإعلام يمسكه تماما من خلال محمد اليزغي، من خلال الناس اللي على رأس. فهذا تأكد لنا، لأنه في واحد اللقاء معاه في اطار اللقاءات اللي كنا كننظموها ملي كتوقع بعض المشاكل، وربما فهمنا بانه اراد ان يوجه لنا رساله. قال لنا خصكم تعرفوا واحد القضيه، بانه ما حدث في المؤتمر الخامس
ديال الاتحاد الشرقي في 1989 في الرباط اللي كان انا ذاك باقي عبد الرحيم بوبيد. ملي غضب عبد الرحيم بوبيد وغادر المؤتمر وتوقفت اشغال المؤتمر، كان البريني هو المدير ديال الجريده، اخبرنا بان البريني انا ذاك قال لهم الى مشى عبد الرحيم بوعبيد. بالمناسبه كان عبد الرحمن اليوسي رئيس المؤتمر، وخاطب رئيس المؤتمر والذين كانوا حاضرين، اذا لم يرجع عبد الرحيم بوعبيد لن اسلمكم الجريده. فهنا الجريده من الناحيه القانونيه هي ملكيه، في ملكيه ديال الشخص المدير النشر، والحال ان الجريده ديال الحزب، وانتم كتقولوا ان الجريده هي اللي كانت كتمول الحزب، هي اللي كتمول الحزب وكتخلص الموظفين حتى ديال الحزب، ماشي الصحفيين فقط، حتى الاداريين اللي كاينين في المقر المركزي وكذا كانت عندهم، كانوا مستخدمين. محمد البريني معنا كان يملك نفوذ قوي وكذا، نفوذ قوي في الجريده، وهدد اليوسفي به. فهذا ما حكاه لنا اليوسفي، وقال لنا منذ ذلك الوقت ما نسيتش هذه القضيه هذه، ولذلك فهمنا بانه اول فرصه اتيحت له نفذ القرار الذي كان يسكنه منذ من 89 حتى 95. يعني معناه استغل هذاك المشكل اللي وقع مع عودة الفقيه المصري، عودة الفقيه، وهو كان رجع، هو رجع، هو رجع من كان، ولكن باقي ما تسلمش المهام ديالو وضع الشروط باش يرجع، لان الجميع اصبح يعني متشبت به، وبان بان لا ما قدرش الحزب يزيد بلا عبد الرحمن اليوسفي، ما قدرش حزب يدير، لان الدوله كتعتبره هو المخاطب. ثم الدوله بدات كتفاوض معه هو تما، اذا بان بانه المخاطب بالنسبه ليها هو، ثم هو مدعم من طرف قوتين داخل الحزب، الشبيبه والنقابه. ففهمنا بانه هذا مشروع كان عنده مؤجل، وكان ينتظر الفرصه الملائمه لكي، وفعلا بمجرد ما تحدد فرصه وضع شرط. وفي البدايه لم يكن المدير يسعى الى تخلي على الجريده، ولكن بعد الضغط حولها ليزغي، وليزغي بقى مدير اربعه ايام، ثم بضغط من بضع دقائق نتكلموا على هذه المعادله السياسيه اللي كنتوا في قلبها اواخر التسعينات طبعا وبدايه الالفيه. طبعا انتما في الشبيبه، حلفائكم في النقابه، عبد الرحمن اليوسفي كاتب اول ووزير اول، محمد اليزغي طبعا يهيمن على جوانب من الحزب. انتم كتقولوا ان علاقه حب كانت بينكم وبين اليوسفي، بين الشبيبه واليوسفي، وعنونتها علاقه حب ينتهي في المحكمه، معناه النهايه او القطيعه اللي حصلت بينكم وبين عبد الرحمن اليوسفي من جهه. واش ما كانش المفروض ان انتم تفهموا الرهان السياسي لعبد الرحمن اليوسفي؟ هذه محاولة انتقال، محاولة. نعم، كانوا جوج ديال الاحداث اساسيه، الحدث ديال 1996 اللي ضغط اليوسفي واستعمل كل القوة ديالو لكي يضمن صويت الحزب لفائدة الدستور ديال 1996، وكان لنا موقف من هذا الأمر، هذا عبرنا عنه، وكذلك في وثيقة مكتوبة. بالمناسبة كانت من الأسباب التي أقدم فيها عبد الرحمن اليوسفي لأول مرة على منع أسبوعية النشرة، لأنه ولات كتطبع في المطابع ديال التعشري، كمنعها باش ما تنشرش هذيك الوثيقة اللي كنعبروا فيها على الموقف ديالنا من 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 الدستور. احنا كنعتبروا هذا ماشي دستور ديمقراطي، انتم اعتبرنا بانه اقل من الدستور ديال 92، رغم انه حيد هذاك الثلث غير المباشر، ولكن الثلث غير المباشر ولا ما بقاش ثلث، يعني راه ولا مؤسسه اخرى، الغرفه الثانيه، الغرفه الثانيه تقريبا بصلاحيات تشبه، تكاد تشبه صلاحيات الغرفه الاولى، بما فيها ملتمس الرقابه ضد الحكومه، هذه الاولى. ولكن مع ذلك بقينا في الحزب، عبرنا على موقف، اعلناه، حتى اذا حرمتنا منه وسائل اعلام الحزب كنا نعلنه في ندوات، في لقاءات، في تصريحات للصحافه، يعني وحرصنا على هذا الامر. بقينا في الحزب من 96 حتى جاء الحدث الثاني هو 98. كان لدينا لنا موقف، تعيين ليوسفي وزير اول فبراير 1998. كان عندنا موقف، اولا اعتبرنا بان الشعار اللي رفعوا الحزب اللي هو التناوب الديمقراطي تصنعه صناديق اقتراع، او التناوب صناديق اقتراع،
الانتخابات كانت مزوره باعتراف الجميع بما فيه المكتب السياسي عبد الرحمن اليوسفي وبلاغ اللي صدر. ولكن هو كان واضح طيب نكمل هذا قال العب السياسيه بالنسبه الى هذا الدستور. دابا كنهضر على الدستور أيه ولكن نفس لا. نفس السياق معناه اليوسفي كيعتبر ان الشروط ما كاينه شيء ولكن من اجل تسهيل الانتقال. لا 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 ف 96 قال بانه النص لا يهمنا مزيان. جات 98 من 96 الانتخابات ديال نوفمبر 1997 الشعارات التي كان يرفعها في كلماته وخطبه و و و والندوات التي نظمت ومنها الندوات التي نظمتها الشيبة الاتحادية هو لازالت الانتخابات. اعتبر بان هذا يعني احنا انا حيدنا دابا هذه القضية ديال هذا التصويت السياسي على الدستور مزيان ولكن الانتخابات اما تكون نازيه ولا مزوره. الانتخابات كانت مزوره بل اكثر من هذا ماشي فقط مزوره ضد مرشحين ديال الاتحاد الاشتراكي مزوره لفائده عدد كبير من المرشحين اللي غادي يمثلوا ذاك الفريق اللي من خلاله غيولي اليوسفي وزير اول. فعبرنا على موقف وعلناه وكذلك كان هذا من السبب الثاني اللي منع النصره للمره الثانيه لان اليوسفي في ظرف خمس سنوات منع او اقل منع النصره ثلاث مرات. بقينا في الحزب بقينا كنرابطوا في الحزب كنمارسوا مهامنا. جا المؤتمر اذا في المؤتمر ما بقاش الاتحاد الاشتراكي هو الاتحاد الشركي يعني الان ولكن لا, لا سياسيا ولا فعبرنا عبرنا على موقف قلنا ما يمكنش حنا الان اذا من الناحيه السياسيه ومرحله انتقال والحوار واختلاف وجهات النظر نعبروا عن موقفنا ولكن احنا مستمرين. ولكن هو اقترحنا الاقتراح اقترحنا الاقتراح ديال لكي نظل جميعا مجتمعين تعطى فرصه ديال كل واحد يعبر على الراي ديالو ويتنظم هذا الاختلاف حتى ولو كنا كل راي كيملك فقط واحد المئة يكون عنده الحق في التعبير على الراي ديالو. لا كتقولوا ان وصلتكم رساله ان كيقول هو ان يريد الساسي الى جانبه في المكتب السياسي. ايه قبيل المؤتمر بايام شكون بلغكم هذه؟ كان اموي او لا فتح الله له هو اللي بلغكم في حديث مع الساسي وقال لي راه اذا اليوسفي كان كيشوف ان عندكم مكانكم داخل الحزب لكن هذيك الادوات التي اصبحت تستعمل راه ستفقد الحزب يعني هويته. راه دابا حنا انتقلنا من الدستور بطريقه هضرنا عليه بتفصيل كيف جرى التصويت على ديك جينا للمشاركه الحكومه عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله جمد جميع اجهزه الحزب بمجرد ما عينه الملك وزير اول جمد جميع اجهزه الحزب و أخذ يباشر المفاوضات ماشي في مقر الحزب في أحد الفنادق في الرباط الذي أصبح مشهور بأنه هو الذي احتضن المفاوضات. أعضاء من المكتب السياسي يعني أعضاء كثار من المكتب السياسي يعني احتجوا على هذا الأمر. هذا كاين اللي احتج في عينيه وكاين اللي احتج من بعد في حوارات بأنه يعني هرب حوار من داخل الحزب واستبد بالأمر. بل اكثر من ذلك حينما انعقدت اللجنة المركزية قال لهم ماشي بالنسبة لي أنا ما كاينش في الفصل 28 انه نجي ناخذ نستشر مع الاجهزه ديال الحزب يعني جمد اعتبر بانه. ومع ذلك الناس عبروا على الموقف كاين اللي عبر على الموقف ديالو من هذا المكون او ذاك واستمرينا. ملي جا المؤتمر معنى انه بان بانه هذا ولا حزب اخر سياسيا انتخابيا وتنظيميا. وشنو هو الحزب؟ الحزب هو السياسه والتنظيم والانتخابات. وبطبيعة الحال ما كنا نبهنا إليه بدأت الملامح ديالو كتبان مباشرة بعد ما بقاش لنا وقت كثير. واليوسفي نفسه يعني لم يخفي يعني هذه الانتقادات من بعد نعم خاصة طبعا اللي استحضرنا محاضرته الشهيرة في بريكسل اللي دار فيها تقييم المشاركة ديالو الحكومية ودار فيها نقد ذاتي ربما أقوى من بعض الذين كانوا يعارضونه واعتبر نعم. بأن التجربة لم تنتهي إلى ما كانت تأمله. ولكن أنتم كتقولوا في الكتاب أنت والدكتور أحمد بوز كتقولوا لولا ما حصل في المؤتمر السادس أي انسحاب الأموي نعم وضمنيا مقاطعتكم أنتم الوفاء الديمقراطية للمؤتمر لاستمر اليوسفي بعد 2002 معنى ان هذه كانت الضربه القاسمه لظهر اليوسفي وتجربه التناوب. لا ما حدث بعد المؤتمر السادس ومن بعد الانتخابات ديال 2002 اللي حصل فيها الحزب على المرتبه الاولى في الوقت اللي هو كان سير يعني هذه غير مسبوقه هو سير بالنسبه للتجربه في المغرب يعني ربما كان جوج مرات بالنسبه للتيار الشريكي ومن بعد بالنسبه للعداله والتنميه يعني حزب بعد ما سير الولايه كيترشح وكيجي هو الاول. فبان بان يعني كانت عند عبد الرحمن اليوسفي رغبه باش يستمر
وزير أول هو، واستمر الحزب كيسير الحكومة. هنا احنا كنتفاجئوا كنقولوا كيفاش هذا اللي قبل عام، يعني في 2001 المؤتمر كان قبل عام، سمح في يعني مكونات أساسية داخل الحزب اللي كتعطي واحد القوة، يعني تخلص سمح ما بدلش المجهود اللي كان ممكن يبدلوه باش يحافظ على هذه المكونات. وكانت مقترحات راه كان في مواجهة معادلة صعبة لربما يعني حلها، فربما كان كيعتبر بأنه الآن هو وحده يعني يعني كافي باش يكمل هاد نظرا للدور الذي لعبه في الانتقال وفي المرحله الانتقاليه وانتقال الملك من ملك الى ملك. فاذا ولا عنده واحد الوزن، واحد الاعتبار اللي كان ينتظر انه، ولذلك فوجئ يعني راه كانت من الصدمات الكبرى. هو غير ربما اللياقه اللي خلاته انه ياجل الاستقاله ديالو، الاعتزال ديالو، خاصه بعدما فوجئ برغبه أعضاء المكتب السياسي والقيادين الوزراء السابقين باش يبقى الحزب في الحكومة، رغم أنه يعني أعلن على الموقف ديال الخروج على المنهجية الديمقراطية. فإذا هو كان يعني كان باغي يبقى، وربما لأنه جاي انتخابات جماعية، انتخابات الجماعية كان يأمل أنه انتخابات الجماعية تصحح. لا، ولكن بهذه المسافة الزمنية طبعا لربما كيف سنا على ما جرى حوالي ربع قرن. نعم. طبعا كتوردوا انتم في الكتاب تصريح محمد اليزغي اللي كيقول اخطانا. نعم. ربما كان علينا ان نقبل بالتيارات، تعدد التيارات، اقرار بالتيارات. نعم. حتى وزير اخر كان في حكومه عبد الرحمن الشفيل، الحكومه من بعد، وهو الأشعري، كان قال بأن ربما أخطأت مني قبل نبقاو في أنتم أيضا، أنت والدكتور بوز كتطرحوا هذا السؤال، كتقولوا هل كان علينا أن نغادر الحزب في ذلك الوقت؟ معنى إجمالا واش هذا ما كيعكش في الحقيقة واحد الحدود في ثقافتنا السياسية، أن هذا الحزب الكبير التاريخي اللي كان كيلعب واحد الدور مركزي ودور في التوازنات ديال البلاد وفي تقدم البلاد، كان له ان يستمر بكل مشاكله بكل اعطابه؟ هذا السؤال لابد نطرحه دائما، يعني باش نكونوا نديروا، وخاصه كلما كتكون المسافه كيطرح هذا السؤال، وهذا كيطرح وتطرح في حينه واش كان ضروري، لانه في هذيك المرحله من نهايه المؤتمر السادس الى ترسيم القطيعه، بالنسبه لينا حنا راه كانت قاطعه في اتجاه الاتحاد السوفيتي، قلنا تدخل مع الحزب. نعم. مع التيار، مع الحركه الصحيه اللي من بعد ما اسس حزب، حنا ما كانش عندنا فكره اصلا ديال تاسيس حزب، ما كانش عندنا الفكره ديال تاسيس حزب، وما عمرنا ما اسسنا حزب، يعني اسسنا جمعيه ذات طبيعه سياسيه على اساس، وكانت مجموعه من المبادرات والمقترحات اللي من بعد اقترحنا تكون واحد الندوه وطنيه يتحاوروا فيها جميع الأعضاء، جميع المكونات، تكون مفتوحة وتأخذ الوقت الكافي باش يتم تجاوز. وكانت المقترحات اللي تسعى إلى، ولكن التيار الذي أصبح متنفذ وتحكم في الحزب بالنسبة لي فرصة تاريخية، كي اللي معمر ما كان كيعتبر غادي يكون في المكتب السياسي ولا في المكتب السياسي، لأنه كان كي اللي معمر ما بالنسبة لي هذه فرصة باش يتخلص من جميع المعارضين ديالو. فلاحظنا بأنهم ما كانش هناك سعي لإيجاد حلول. ولكن واش كان خصنا نخرجوا ولا لا؟ هذا السؤال كيطرح طبيعي أنه تطرح، ولكن في ظل تلك الشروط والظروف اللي كانت، يعني راه بدلنا واحد المجهود، إلا هضرنا على الأقل من 92 حتى 2002، 10 سنوات ديال انه يعني اساسا الى وقعت اختلافات في التقدير السياسي، ولو وقعت اختلافات حتى فكريه داخل نفس الحزب، الادوات الديمقراطيه اللي تكون حاسمه، كيبان بانه ما كانش اقتناع بانه يكون الحسم باللجوء الى الادوات الديمقراطيه، والادوات الديمقراطيه الاغلبيه اللي نعم طبعا الكتاب يحفل بالعديد العديد من التفاصيل، باستعاده مرحله بكاملها بكل زخمها. كان شي واقعة يمكن تختم بها في علاقتك بعبد الرحمن اليوسفي؟ كاين واحد
كان واحد الحدث بحقيقة له أهمية. وقبل قليل تكلمنا يعني على الوفاة ديال المرحوم الحسن الثاني. كان واحد الحدث مهم مباشرة عقب الوفاة هو الحوار الذي كان أجراه عبد الرحيم أريري مع سي محمد الساسي واللي تنشر في جريدة الاتحاد الشريكي في 7 غشت. الحسن الثاني توفى في 23 يوليوز والحوار تنشر في العدد ديال 7 غشت أي أسبوعين. وكان حوار قوي فيه يعني ما الذي نتطلع إليه في العهد المقبل والمرحلة المقبلة إلى آخره. وكانت فيه أشياء عبر ساسي على الأفكار اللي كيعبر عليها دائما، وفي نفس الوقت قال بأنه هذه مناسبة باش ننتقلوا من مرحلة إلى مرحلة. بطبيعة الحال ملك شاب، ملك جديد، ماشي هو الملك الراحل، بزاف ديال الأسباب وديال العوامل. وهضر على بعض الأشياء ديال بعض الطقوس اللي خصنا نتخلصوا منها، حان الوقت باش نتخلصوا منها. وتكلم كذلك على خصنا نتكلموا بلغة الحقيقة مع الملك، وواحد العبارة شهيرة: من يحب ملكه يجب أن يقول له الحقيقة كاملة. فمن يخرج ذاك الحوار كان تكلم كذلك على تقبيل اليد، تقبيل اليد الملك، يعني واش يعني من الطقوس اللي دعا إلى أنه ممكن يعني حان الوقت باش نتخلاو على هاد الطقوس. بالمناسبة كان عندي أنا لقاء مبرمج مع عبد الرحمن يوسف 7 غشت في الإقامة ديالو ديال الوزير الأول في زنقة الأميرات في الرباط. أنا اللقاء حددت معه قبل بناء على نقاش داخل المكتب، وتناقشنا مطولا في الوضعية. وكلفني إخوتي في المكتب الوطني باش نمشي عند الكاتب الأول اللي هو في نفس الوقت وزير أول، وضعية بالنسبة لنا ماشي سهلة، ونبلغوا رأينا كشباب ديال الحزب ونشوفوا كذلك كيف. فبمجرد ما دخلت في الصباح، كنتذكر اللقاء كان في الصباح، يعني استقبلني واقفا وهو قادم وانا قادم، وهز في يده جريده. من اللي كنقرب كنعرف بان جريده ديال التعجريكي، ويقول لي: شفتي صاحبك اش دار. انا فهمت بانه يشير الى الساسي، وانا نقول لي: واش كتقصد السي محمد الساسي؟ قال لي: نعم. قلت لي: اولا انا راه قريت الحوار البارح، حيت الجريده كتخرج في العشيه. قلت لي: انا راه قريت الحوار البارح وراني متفق مع المضمون ديالو 100%، وراه اللقاء ديالي معاك اليوم راه عنده صله بموضوع ديال هذا الحوار. فرد عليا على الفور: انا جريب شكلي هو اللي كيهمني. قال لي: احنا عندنا في المغرب عندنا تقاليد مع الموت، وعلى الاقل تدوز 40 يوم عاد نتكلموا على هذا. وانا مباشره ديزيك لي سي عبد الرحمن، نخاف ونستناو 40 يوم ونضيعوا 40 عام الجايه كما ضيعتوا انتم 40 عام اللي فاتت. فمباشره يعني لم يعلق ودخلنا الموضوع. ما كنتوش عندكم واحد النوع من القسوه في علاقتكم بالعبد الرحمن اليوسفي؟ لا، بالعكس، يعني كان السياق اللي كنا فيه والوضعيه اللي كنا فيها كانت كتقتضي اما تعبر على المواقف ديالك بلغه واضحه. ولكن ما كاينش اندفاع الشباب؟ طبعا الحال كنستحضروا دائما كنستحضروا الشباب، ولكن بعد هذه المسافه الزمنيه دائما كنطرحوا هذا السؤال: واش كنا على صواب في هذه القضيه ولا كنا على خطا؟ كتكون التقديرات الى اخره. في الامر الذي يتعلق بالتقديرات هذا مجال مفتوح، ولكن الامر الذي يتعلق بالقواعد، القواعد هي ما يمكنش نهضروا على، ما يمكنش كل واحد يستعمل واحد القاعده بالطريقه اللي بغا. كاينه التقديرات، كاينه الاختلافات السياسيه الفكريه، هذا حينما نتفقوا على قواعد. مثلا كنتفقوا غنديروا مؤتمر، ولكن مؤتمر في 3 سنوات، ما نديروش المؤتمر من 89 حتى 2001. يعني هذه دابا ما بقاش، دابا هذه ماشي اختلافات. هذه اذا باش نحترموا شي واحد خصنا نسكتوا حتى يكمل 20 عام على راس الحزب عاد ترشق ليه. لا، كاينه قواعد، والقواعد هي باش كنتوافقوا عليها كلنا، وحينما نتوافقوا عليها في المؤتمر ينبغي أن نحتكم إليها جميعا، وأن تحكمنا جميعا، وأن نحكم بها تنظيمنا ونحكم بها علاقاتنا. أما الاختلاف، ما اليوسفي كيعتبر بأنه يعني النص لا يهم، ولكن حينما كان يمارس على رأس الوزارة الأولى اكتشف بأن النص يهم. يعني كان أحيانا هو وزير أول، وبعض الأشياء التي تدخل في صلاحيته كان ما كانش يقدر يجتمع مع العمال والولاة. نعم، قلنا ان ربما هو كان عنده رهان سياسي، وكان كيعرف حدود رهانه السياسي،
طبعا هذا اختيار سياسي وبالتالي بغى يمشي فيه العقد. انعقد المؤتمر، المؤتمر يبدل الخط السياسي المرحلي ويبدل الرهان السياسي ويبدل كاع الهويه ديال الحزب. ولكن دابا شنو المشكل؟ هو يعني كاين خطاب تعباوي نخليو الناس مجتمعين حولنا، ولكن هذا مجال السياسه، هذا مجال السياسه كيطلب تنازلات احيانا كيطلب نعم علي تحل تنازلات في اطار يعني انا كنقول لك بانه اعضاء من المكتب السياسي احتجوا لانهم لم يخبروا بكل المشاورات التي كاينه، وفي الوقت لاحقا كنعيش تجارب ديال احزاب اخرى ولكن التي تندرج ضمن الاحزاب المحافظه، وكنلاحظوا بانها كتاخذ قرارات ديالها ديال الوزراء ديالها داخل الاجهزه ديالها. عندنا اكره الوقت نختموا بهذه القضيه. في الكتاب طبعا كتكلموا انتم على الجنازه عن بعد، وكتلاحظوا ان الرجل طبعا حافظ على شعبيه واسعه رغم كل ما حصل. مع الاسف الاعمار بيد الله والاقدار، هذه الوفاه ديالو جات في لحظه ديال كورونا، وكنظن كل ما كانش كورونا غادي يكون واحد الحضور جماهيري كبير، لانه وحنا استحضرنا بطبيعه استحضرنا اول حاجه بدينا بها هي الجنازه ديال الراحل عبد الرحيم ابو عبيد. ف ومع ذلك بان بانها جنازه عن بعد، لان التفاعل اللي كان في وسائل التواصل الاجتماعي الناس ولا عندهم ما بقاوش في الموقف ديالهم من السياسي اليوم في المغرب، ما بقاوش كيديروا تقييم فقط انطلاقا من الافكار والايديولوجيا ديالو والاختيارات ديالو، من النقاوه ديالو، نظافه اليد. واش هذا السياسي سرق ولا لا، بغض النظر على الاختيارات ديالو. وهذا المعطى هذا يعني لا احد يشك فيه بانه الرجل بقى تيدو نظيفه، يعني لم يسجل عليه انه استغل موقعه على رأس الوزارة الأولى لكي يغتني، أو لكي يتحول من سياسي إلى رجل أعمال، أو لكي تصبح لديه ممتلكات ولا أملاك عقارية ولا أراضي. ولا الرجل يعني بقى محافظ على نظافة اليد، وهذا هو السر وراء هذاك التعاطف، السيل الكبير من التعاطف اللي كان. ولذلك كان لابد أننا نختموا الكتاب بالإشارة لهذا الحدث، لأن احنا الكتاب بدينا كنكتبوه قبل ما يتوفى عبد الرحمن اليوسفي، ولكن من جا الحدث وحنا باقي ما كملناش درنا هذيك الورقه الاخيره، وهذيك يعني نقلنا فيها نعم كيف كانت. نعم شكرا جزيلا الاستاذ محمد حفيظ، طبعا ما تداولناه مفيد ولكنه لا يغني عن قراءه الكتاب اليوسفي كما عشناه، أوراق من زمن السياسة. مشاهدينا الأعزاء شكرا، ويتوصل حوارنا في حلقة قادمة.